السلام عليكم. اليوم راح نتحدث عن التسريبات الخاصة بالآيفون 9 أو الآيفون SE 2. فقبل أن نبتدي، اضغط زر اللايك واشترك في القناة إذا كنت مشترك، وفعل جرس الإشعارات عشان يصلك كل جديد أنا أنزله. بداية، أول رابط في وصف الفيديو راح تلاقونه مسوي giveaway على $10 آيتونز أو جوجل بلاي. الشروط جدا سهلة، طبقوها ويمكن تربحون الجائزة. بداية، كما ظهرت في التسريبات، الآيفون 9 راح يكون مثل شكل الآيفون 8 أو الآيفون 8 بلس. مثل ما لاحظ يا شباب، ان الايفون راح يكون بكاميرا واحدة فقط. طبعا هذا تسريبات، مو شي رسمي ومو شي اكيد، وانا في نظري اقول ان راح ينزل جهازين. الجهاز الاول اللي هو الايفون 9، والجهاز الثاني الايفون 9 بلس اللي جشاشته اكبر شوية من الايفون 9 العادي، مثل ما صار في الايت والايت بلس، السيفن والسيفن بلس، والسكس والسكس بلس، وغيره من الهواتف. وبالنسبة للحماية في الجهاز راح تكون عن طريق التاتش اي دي، لان الجهاز يحتوي على زر الهوم مثل سابقه الايفون 8 وغيره. وبالنسبة لحجم الشاشة راح يكون 4.7 انش. وبالنسبة للمعالج راح يدعم مثل معالج الايفون 11 و 11 برو و 11 برو ماكس، وهو معالج الـ A13 بايونيك. وايضا هني تسريب ثاني يقول ان الايفون هذا راح يجي بنوتش مثل الايفون 11 و 11 برو و 11 برو ماكس، لكن في نظري هذا الشيء مستحيل. وطبعا الجهاز على حسب التسريبات راح يتوفر بهذه الالوان: الاصفر والاحمر والابيض والاسود. طبعا الحين اغلبكم بيقول لي ليش انت تقول مستحيل عن انه يصير الجهاز فيه نوتش. طبعا انه يصير مستحيل لان النوتش معناته في فيس اي دي، والفيس اي دي تكلفته جدا غالية، والايفون هذا يتراوح بين $400 الى $500، يعني راح يكون باختصار ان الفيس اي دي ما يقدر يدعمه لان الفيس اي دي تكلفته جدا باهظة. وبالنسبة للذاكرة العشوائية او الرام، على حسب التسريبات تقول ان راح يكون الجهاز يحتوي على 3 GB رام. وبالنسبة للبطارية، راح تكون بطارية الجهاز 1700 ملي أمبير فقط، وراح يدعم الوايرلس شارجر، وأيضا راح يدعم منفذ USB Type-C. وبالنسبة للكاميرا الأمامية، راح يحتوي الايفون على كاميرا بدقة 7 ميجا بكسل مع فلاش مدموج في الكاميرا. والكاميرا الخلفية للجهاز راح تكون بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2. وعلى حسب التسريبات راح يتوفر الجهاز بمساحتين تخزين، الأولى 64 GB والثانية 128 GB، وراح تكون الـ 64 GB تبدأ من $400 والـ 128 GB تبدأ من $450. كنا نعرف أن نهاية شهر 3 راح يكون المؤتمر الخاص بشركة أبل، ولكن بسبب فيروس كورونا المؤتمر هذا يا راح يتأجل او يصير تحديث على موقع الشركة وتقدر تطلب الجهاز، وراح يحطون لك المواصفات بدون ما انت
تشوف المؤتمر أو بدون مؤتمرات. وبالنسبة لشباب التسريب اللي ظهر لأغلبكم شافه، طبعا هذا مو الآيفون، هذا تسريب أو واحد مصنع الآيفون بنفسه، فمثل ما تشوفون راح يكون مقارب لهذا الشكل. وبالنسبة لهذا المؤتمر أيضا راح يتم الإعلان عن الآيباد برو الجديد والآي ماك الجديد. إذا حبيتون أني أنزل تسريبات عليهم أنا حاضر، اكتبوا لي تحت في التعليقات وتبشرون. فبس شباب وصلنا للختام، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير. شكرا على تفاعلكم المستمر في القناة، وبس يا شباب مع السلامة.